نايس. يو يشوتا يو يشوتا يو اللي يبغى يشتري الرام روك تليج عندك موقع روك تليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندي مرخص من اللعبة، فأي أحد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روك تليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافية، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع من الصفر، الحلقة ال 15 16 16، اتوقع انها 15. يعطيكم العافية الدعم، حلقاتي راحت، وادري ان القناة يعني ما فيها مقاطع كثيرة ذي الايام، لكن اعذروني لاني قاعد ابث في تويتش بشكل كثير، حرفيا شبه يومي، مرات ابث يوميا، مرات تجيني شطحة ان يوم انشغل ما ابث. تابعنا على تويتش، الرابط في الوصف، موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف بعد. اللي يبغى يشتري اغراض من روكت عند موقع روكت ليج اكسشينج ارخص بكثير من اللعبة، وكذا الكريدت عندهم ارخص من اللعبة. في شيء نازل في الايتم شوب وتبغى تشتريه قبل ما يروح، اشتر موقع روكت ليج اكسشينج الكريدت، حط كود VSL راح يخصم لك 3%، وتعال الايتم شوب وحط كود VSL وكذا تفيدني هنا وهنا. يعطيكم العافيه، ولا تقصرون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات. ابغى هذا المقطع يوصل كم 10,000 لايك اللي تقدروا عليه. يعطيكم العافيه، استمتعوا بالمقطع. خش لي على جيمس بوند يا حبيبي. مستر مارتن تي بي 5 دام، والله جميله. باقي 4 ايام على الرانك، فبنلعب الحين ونشوف وش يطلع منا رانك. غالبا انه مو بطالع رانك كويس لانه هزمنا كثير يعني، وشاف حلقه راحت يعرف ايش صار يعني بالضبط. اوكي خوينا ايش معاه؟ نيسون هلابي جوي، اخذ البوس عنه. اوكي طار معي. نو بروبلم. بدايته عادي. يقولك تصير هذه الاشياء، ما اتوقع اني بطير، لكن نمشي الامور دام ذا في بداية. اوكي بيلف يمين فجأة. يا الله وش اللعب؟ والله السيارة الحين ما تعود، السيارة فيها ثقل مو طبيعي ترى، بس يعني ما نخلي عذر. روح يا خوي. اللي بعدها. تحاول اسرع يعني عشر اسبقة بس سجلت. يا ساتر وش صار؟ يا ساتر، اعوذ بالله. الو شرطة، نقش. تكفى نقش. اوكي. والله في مهارة. وات؟ والله عشان اجنبي. في احد يصير له كذا؟ اساس. اخذ البوست عنه. ايزي خوي ايزي. اتفلسف تكفى. اوكي. يسار تكفى. يا ساتر. والله العظيم ما غطتني ذي. حاولت اخرب عليه قد ما اقدر. هذا جاب العيد حلو. نايس. يا عين يا خوي لك، والله لك يا القهر. يس يا شيخ ناكس برو، والله الطقة الأخيرة ترى مو في الحسبة يعني، مو بكالكليت أبدا، بس الحمد لله نجت. يا ساتر يا ساتر، ايش في السيارة؟ هديها شوي. اوكي لا لا خوي ايش قاعد تسوي؟ اوكي واو. اي شو وضعهم اللي ضدنا؟ نايس. والله العظيم ما ادري شو وضعهم اللي ضدنا، اذا مسكت الكوره انا ما سوهم ولا شيء، وطقته ذي غريبه صراحه، والله شيء غريب. نايس. لا حاول نصدم. ليك كلوز. لا ما تهج زي كذا، ما تهج. اشو بعدها خوي، والله قاعد حارب عشان الكوره. شوف كيف وين واقف عند البوست اليمين يحتريه. جلطني ذا، حرام نخسر اقسم بالله، كنا ضاغطين بضغط مو طبيعي. هلو يا لب اللاك، يا لب اللاك. الله شكرا لللاك. ايش طق الغريبه هذه؟ انا شفت شيء ثاني ترى، بس ما ادري. جيم جميل. والله جيم غريب، والله شوتات السياره شكلها. يا ساتر يا ساتر. انشب ايه، ما اخليك. امشي. وين ما ادري شو وضعه، ما مع بوس ليش؟ امشي. والله يا سيارة يا ساتر، كل شوتة لها قوية ما شاء الله الكريم.
امشي مرة ثانية ما تاخذ بوست عندنا خلا. الله استقعدت استقعد يا ساتر. اوكي خوينا نكبنا شوي يا ساتر. اخذ البوست اللي على اليسار خوينا يقدر. اوه كان مصدم حلو. يا الله انا طير الطيران غلط. هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نفوز قاعد تصدم لان خوينا يقعد ورا كذا مشكلة. معك بوست روح تكفى 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 روح. شطفت البوست يا الله يا الجلطة. الو كيف كذا كيف كذا والله قهر. الو وخلصتها والله العظيم قهر قهر خوينا ذا. يروح ياخذ البوست هنا ليش؟ وهنا طلعتها. البنك البنك شباب حاولت اطق اي شيء بس اوكي بيجيب هدف. جي جي والله حاولت ابعدها عنه بس اسوي خوينا حتى ما كان في المرمى. اعطاك الكرة يلا روح. اها عميل سري. الله عميل سري يا ساتر يا عمي روح خوي. استغفر الله بس والله خوي خوي يجلط والله ان الخوي ذا يجلط بشكل مو طبيعي. اوكي في اغلاط كثيره مني ما اقول لا بس قسم بالله لا تمركز ولا دفاع يدور البوستات المية كل ما في اي بوست 12 12 12 جمع يا اخي جمع جمع لا تجلطني. يا الله يا القهر يا رب انه موجود بس دمشقي نعم والله. او ماي جاد او ماي جاد الكره تتمغط قسم بالله. هدف بعد اخ يا حظ حظ اخ قسم بالله العظيم هذا اللي قال لك عربي صدق. اوكي قول لك نايس شوت. سالفه الحظ اللي قبل شوي ما ينعاد ان شاء الله. فوز 1 نايس. تلعب تلعب يا اخوي تلعب لك تكفى يا الله. امشي او ماي جاد والله حظي مخيس اقسم بالله. كل ما رحت الكره يمين يسار تجيني انا معنا بوست بس كذا. اوكي انا كذا ما تجي اي هدف. ها اللغه ان شاء الله هدف. يو خفيف يا ساره تقطع بليس القهر. الحمد لله اني بلك هذا البوست حلو. خذيت البوست الحمد لله. ايوه يا الكورة اللي تتمغط. حاولت ابلكه تكفى يا خوي. لا 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 وش هذه وش هذه. امشي والله يبدينا نفوز اقسم بالله يبدينا نفوز. شلون يتكلم يا الطيب صار. تكفى قولك تكفى. ان شاء الله هدف يا ساتر لك. نو شوت تكفى يسار تكفى تكفى يسار نايس. تحاول تصدم لا تحاول تصدم. ما ادري شلون صدمني بس لا تحاول تصدم. يا رب خوينا شوت يا رب. وات سيف يا ساتر الله من الصدف. لاست جيم هذا الجيم اللي بيقول يا تصيب يا تخيب. هذا اللي بيقول انه وش الرانك. انا جايب العيد مره فما اتوقع فوق التشامبيون 2 ما اتوقع كنت تشامبيون 1 ويمكن نوصل للدايموند 3 بعد. يعني هي اغلاط كثيره لازم صححها من اولها. سياره ما ادري كيف فكرت العب فيها اليوم ما ادري. البوست تكفى. اوكي ترك الكوره رفسني من بداية الجيم يوم ترك هنا خوينا الكورة وراح ياخذ البوست وانا غسلت يدي خلاص. يعني معك من البداية 30 بوست دور المياه والكورة جايتك ليش؟ اوكي نايس. استغربت انه خلاني هنا استغربت انه راح للبوست خلاني على اليسار هذا. امشي حتى ما في سيف ليش؟ على المرمى يا شباب. نايس جريت بوز يا عيني يا عيني الله نايس. امشي هذا بس يصدم هذا اللي فالح فيه. ايه خاف مني يوم جيته. لين سلكان يلا روح 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 يا خوي. هديها 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 نايس شوت. نكتب لهم كلين بلاي. خذ بوست عنهم. عندي خوينا مع بوست ولا لا؟ بس يعني
ماي فولت ماي فولت. خلينا نقول ماي فولت لان الناس قاعدها بالغلط هنا. خوينا ما ادري وين رايح فيها وخربت وزنيتها وما عليه نقول ماي فولت. اليوم حبيبي انه مره ايه طلعنا البوست بعد. لعبي صار تكفى تكفى تسمعني انت بس شوتك ضعيفه. كلوز ون كلوز ون. انا رقيت فوق بزياده حسيت اني تحمست هنا ما رقيت فوق بزياده هنا كان جبت صح. صدم خوينا قبل شوي يا اخي تعال نايس. يو يا شوتا يو يا شوتا يو 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 والله شوتا رهيبه يا ساتر. اقسم بالله يا ان حظي اخي الحظ المخيس. لا يا اخي حرام. خوينا ما ادري وين رايح قسم بالله قهر. كان عنده خوينا شوفوا ما ادري وين راح. راح بعيد هناك ادري صدمه ذا ما ادري ايش صار لك يا خوي تكفى. نايس قولك نمو يسود في يا شيخ. والله كانت النيه اني اصدم اي احد قدامي بس فجاه لف. انا وياك تكفى ان شاء الله هدف ان شاء الله هدف. يا ساتر الحظ اخر انت نويسوت. القم القم قاعد تصدم القم. انا اوريك يا شيخ امشي تيجي والبليد نايس. لو شوف الراك معكم وبعد انا انهي المقطع. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. تبين كم زي فور بعد نايس والله نايس على لعبنا الخسائر اللي صارت وذا. طيب يعطيكم العافيه المشاهدين ان شاء الله استمتعتوا. اكتبونا تحت الكومنتات وش تبون نلعب سياره المقطع الجاي. يعني حاليا معنا سيارات كذا هذه السيارات اللي معنا. تبون نلعب بريك اوت ولا تبون نلعب بالفينك بس نلعبنا بالفينك مره اللي راحت ولا هذه ولا تبون ميث كل ما ادري عنكم صراحه. اكتبوا تحت الكومنتات ويعطيكم العافيه. لا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات اهم شيء. وخلونا نوصل 800 الف اقرب وقت. كود فيصل من قرك ليك سنج فلايت شوب نمشي كلها تخصم لكم باذن الله. لا فلايت شوب ما يخصم معليش زبده. اشوفكم على خير سلام.